أهلا وسهلا بكم في قناة عالم الفن لأخبار الفن والفنانين. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بكم. الفنانة تاج حيدر تستقبل النجمات بمنزلها وقصة اعتزالها وزوجها وابنتها ومعلومات لا تعرفونها عنها. نشرت الفنانة السورية الشابة هيا مرعشلي عبر حسابها في انستغرام مجموعة صور تجمعها بعدد من النجمات والفنانات السوريات، ومن أبرزهم الفنانة السورية الغائبة عن التلفزيون منذ فترة طويلة، الفنانة السورية تاج حيدر والفنانة الشابة روعة السعدي، بالإضافة للنجمات شكران مرتجى وقمر خلف ولورا أبو أسعد. وهذه الصور تم التقاطها في منزل الفنانة تاج حيدر، والتي كانت سببا في جمع هؤلاء النجمات، ويعتبر هذا أحدث ظهور إعلامي للفنانة السورية تاج حيدر منذ فترة. وانقسمت التعليقات حول الصور، حيث جاءت أغلبها تتغزل بجمال الفنانة السورية تاج حيدر الذي لم يتغير منذ شهرتها الكبيرة في مسلسل البيئة الشامي باب الحارة بجزئيه الأول والثاني، حيث أنها جسدت شخصية جميلة ابنة أبو عصام الفنان السوري القدير عباس النوري، حيث أدت الدور بإتقان ودخلت قلوب المشاهدين لجمالها الطبيعي الساحر. كما لاقت الصور بشكل كامل استحسان الجمهور، والذي أثنى على صداقتهم وتغزل بجمالهم جميعا، كما تساءلوا عن سر اعتمادهم للون الأسود في ظهورهم وأطلالاتهم. ولاقت الصورة التي جمعت الفنانة هيا مرعشلي والفنانة روعة السعدي والفنانة تاج حيدر الحصة الأكبر من التعليقات بسبب دورهم في مسلسل طوق البنات، والذي جسدنا به دور ثلاثة شقيقات وشاركنا في بطولته إلى جانب عدد من النجوم، أبرزهم الفنان القدير رشيد عساف والفنانة ليلى جبر والفنان يامن الحجلي وعدد كبير من النجوم. ويعتبر الجزء الرابع من مسلسل طوق البنات والذي عرض عام 2017 آخر أعمال الفنانة السورية تاج حيدر، إذ أقلت الفنانة تاج حيدر بعد زواجها عام 2015 من رجل أعمال لبناني من أعمالها الفنية. واختفت الفنانة تاج حيدر بشكل كامل منذ آخر مسلسلاتها عام 2017، وظهرت في شهر أيلول من عام 2019 بعدد من الصور مع صديقاتها الفنانات بعد أن جابها ابنتها الأولى إيلا. وكانت بعض المصادر قد تناقلت أنباء عن نية الفنانة السورية العودة إلى التلفزيون هذا العام من خلال عمل شامي، إلا أنه لم يتم الاتفاق بشكل رسمي ليتجدد غيابها عن الدراما. وبدأت الفنانة السورية تاج حيدر مشوارها في التمثيل منذ الطفولة عبر مسلسل الطير والذي عرض عام 98، وشكل نجاحا كبيرا إلى جانب الفنانة الرائعة سلمى المصري والفنان عبد الرحمن الرشي. كما حققت انتشارا واسعا من خلال مسلسل الزير سالم بدور ابنة كليب، بالإضافة إلى مسلسل أبناء القهر عام 2002 إلى جانب بسام كوسة وسلمى المصري وقصي خولي وعدد من النجوم. واحتفلت الفنانة السورية تاج حيدر بولادة ابنتها الأولى التي أطلقت عليها اسم إيلا، حيث أقامت حفلا صاخبا بحضور عدد من نجوم ونجمات الفن. وكان من أبرز الحضور الفنانة شكران مرتجى وسلمى المصري وصفاء سلطان وهيا مرعشلي وروعة السعدي وأحيا الحفل المطرب حازم شريف. وحرصت بعض الفنانات على التفاعل في الحفل، وقمنا بالرقص سويا في أجواء من البهجة والفرح،
وذلك تعبيرا لحبهم للفنانة الرائعة تاج حيدر وبقدوم ابنتها الأولى. وكانت الفنانة تاج حيدر قد أعلنت بشكل مفاجئ عام 2015 زواجها من رجل أعمال لبناني، وذلك بعيدا عن أعين الإعلام والصحافة، وكشفت مؤخرا عن إنجابها الأول طفلة لها. والفنانة تاج حيدر ولدت في دمشق لعائلة فنية، فوالدتها هي الفنانة نهاد الشيخة، أما والدها فهو الفنان ماهر حيدر. ودرست الفنانة تاج حيدر في معهد الباليه، وحصلت على شهادة في الاقتصاد والتجارة من جامعة دمشق. وقد ولدت الفنانة تاج حيدر في يوم 3 أغسطس عام 88 في دمشق في سوريا، وبذلك يكون عمرها بحلول عام 2020 32 عام. ولا تظهر الفنانة تاج حيدر في الإعلام إلا نادرا، وتتميز بجمالها ورقتها وحبها لعملها، وبرعت في مختلف الأنواع الدرامية، فشاركت في التراجيديا والكوميديا، كما شاركت في المسلسلات التاريخية، وأبدعت في أعمال البيئة الشامية. وبعد أن نشرت المواقع الخاصة بالفنانين عودتها إلى الأضواء مجددا بوصولها إلى اتفاق مع الشركة المنتجة لأداء دور البطولة في مسلسل بروكار مع المخرج محمد زهير رجب. وتم العلم أن الممثلة السورية تاج حيدر اعتذرت عن المشاركة في هذا العمل الشامي لأسباب خاصة تتعلق بها وبظروفها الاجتماعية والعائلية. لتستمر الفنانة تاج حيدر بالغياب مجددا بعد غياب 3 سنوات بسبب انشغالها بالزواج وانجاب طفلتها الاولى ايلا، والتي استقبلتها قبل حوالي 5 أشهر، وذلك حسب المصادر المقربة منها. وبدأت الفنانة تاج حيدر التمثيل في طفولتها في مسلسل الاطفال مفتاح الحكاية عام 96 مع الفنان الراحل رفيق سبيعي، ثم شاركت في مسلسل الطير عام 98 مع الراحل عبد الرحمن الرشي. وتوالت أعمالها وحققت العديد من النجاحات في بعض أعمالها، حتى استطاعت تثبيت اسمها على الساحة الفنية في سوريا، وتصبح واحدة من أهم الممثلين في الدراما السورية. وبعد مشاركتها في الجزئين الأولين اعتذرت تاج حيدر عن استمرارها في مسلسل باب الحارة، حيث نفت حينها شعورها بالندم وقالت: اعتذرت عندما رأيت بأن الشخصية لم يقدم لها الأجزاء القادمة شيء جديد. وتمنت النجاح والتألق لزميلاتها اللواتي استمرين بالشخصية، علما أن شخصية جميلة أدتها من بعدها كل من الفنانة دانا جبر والفنانة حلا رجب. ولا تمتلك الفنانة تاج حيدر أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها عانت مرارا من التصريحات التي تطلقها بعض الحسابات المزورة، لأنها تعرضت تاج حيدر إلى شاعة بغيضة قبل 10 أعوام تفيد بتعرضها لحادث سير ووفاتها تزامنا مع نجاحها في مسلسل باب الحارة. وحصلت الفنانة تاج حيدر على عدة جوائز، منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان وهران للفيلم العربي عام 2010 عن دورها في الفيلم القصير السيدة المجهولة. كما حازت الفنانة تاج حيدر على جائزة أفضل ممثلة دور مساعد عن دورها في مسلسل أهل الراية في مهرجان أودينيا لعام 2009، وقدم لها الجائزة الممثل الراحل نضال سيجري، وكانت المنافسة بينها وبين لورا أبو أسعد وكندة حنة وورد الخال وأمال سعد الدين. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.